يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن مبدأ التصوف في الأصل أنه بدعة، ولكنه بدعة خفيفة، فهل هناك بدع بهذا الوصف؟ نعم، فيه بدعة خفيفة، بدعة ما هي واحد. أنا قلت لكم إنها إما شرك وإما كفر وإما فسق وإما معصية. مثلاً الذي يصوم يوم النصف من شعبان هذا بدعة، هل تقول إنه فاسق؟ تقول هذه معصية، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع صيام النصف من شعبان، لا تقول إنه فاسق، لكن تقول إنه معصية خلاف السنة. فالبدع تختلف. نعم.